صباح الخير مشاهدينا، منلتقى اليوم مثل كل يوم بفكرة جديدة من أوروسكوب. فكيف ممكن تكون حالة أبراجنا لليوم؟ منبلش ومنكتشف مع برج الحمل. مهنياً مطلوب منك اليوم أنك تكون مستعد لتغيرات متفاجئة ولفرص استثنائية منك أبداً متوقعة. أما عاطفياً اصبر وفكر بطريقة منطقية لأنه الأجواء عم تتحسن اليوم بينك وبين الشريك، فما تنزعج من المشاكل لأنه هيدي فترة ورح تقطع. صحياً معروف عنك أنك بتحب الرياضة، ورغم هذا الشيء بتلاقي حالك اليوم نشيط أكثر من العادة. الثور، أنت اليوم متحمس أكثر من الفترة الماضية وعندك استعداد لتحسن وضعك العملي والمادي بشكل عام. حاول تعدل طريقة تعاطيك مع المحيطين فيك وحاول أنك تكون إيجابي ودبلوماسي. الجوزاء، مهنياً ممكن اليوم تجرب تفوت بمشروع جديد وهذا المشروع رح يكون مخبلك فرص عمل كتير مهمة بالمستقبل. أما عاطفياً بتلتقي بشخص غاب عنك فترة طويلة وبتحن للأيام الماضية. صحياً على الرغم أنك متحسن عن الفترة الماضية بس لازم أنك ترتاح وتنتبه على صحتك كرمال ما ترجع تتعب بالمستقبل. منوصل للسرطان، ممكن يكون في هاليومين أمور معرقلة معك وما عم تقدر تلاقي لها حل، كما أنك بتحس بالتعب مسيطر عليك هيدي الفترة. ما تستسلم وجرب قد ما فيك أنك تعمل شوية مجهود كرمال تقطع هيدي المرحلة بأقل ضرر ممكن. بنكمل مع الأسد، مهنيا بتحس أنك مخنوق ومنك قادر تكون على راحتك، فيمكن يكون السبب قلة الراحة يلي عم تحسها مع المجموعة يلي عم تشتغل معها، فحاول أنك تلاقي حل بأسرع وقت ممكن. أما عاطفيا حاول تبقى هيدي الفترة لحالك إذا كنت أعزب، وما تفوت بعلاقات جديدة قبل ما تكتشف شو السبب وراء فشل العلاقات السابقة. العذراء، ما تضل لحالك اليوم وجرب انك تتلاقى بالاصحاب وتعبي فراغك بالسهرات او باي دعوه معقول تتلقيها، استفيد لتدعم شغلك وتظبط ميزانيتك. عاطفيا عم تفتش على الاستقرار بس عم تلاقي صعوبه ومشاكل بوجهك، اهدى شوي وما تكون متسرع، فهيك خطوه بدها دراسه. الميزان، ما تكبر المشاكل وتفش خلقك بالمحيطين فيك، فالتعب يلي مسيطر عليك عم بيخليك معصب وموتر، كل الناس يلي حواليك عم تتضايق من هيدي التصرفات. حاول انك ترتاح هيدي الفتره تما تتراكم كل المسؤوليات عليك وتكون منك قادر عليها. عاطفيا الحبيب حدك وعم بيحاول انه يموه عنك قد ما فيه، فجرب قد ما فيك انك ما تصده. عزيزي العرب، ما تحاول تستبق الأمور وتاخد قرارات وتنظم مشاريع، والأفضل أنك تريح حالك هذه الفترة. حركة الكواكب بتخليك تشعر بالتفاؤل والطاقة وهذا الشيء بيأثر على علاقاتك الاجتماعية. عاطفيا ما تخلي الشريك بعيد عن مشاكلك اليومية. القوس، مشاريعك مناسبة وبمحلة إذا عم تسعى للتقدم بشغلك، الكل ملاحظ مجهودك وعم يدعمك ويوقف حدك، فما تتردد وتطلب المساعدة إذا حسيت إنك بحاجة لها. عم تتلقى اتصال من أحد الأشخاص وبيطلب نصيحتك، فما تتردد إنك تساعده، أما رقم حظك 1. بننتقل لبرج الجدي، ما تتعب حالك بالمواضيع الغير ضرورية، نظم أمورك وأيامك وحتلاقي حالك إنك مرتاح. يوم عادي جدا بالنسبة للأمور العاطفية، فأنت مبسوط مع الحبيب وعاطي كل ثقتك، الحزم رافقك بكل مشاريعك، فحاول قد ما فيك إنك تستفيد من هالموضوع. الدلو، حاول تهدى وتحافظ على راحتك اليوم واشتغل الأمور الضرورية والمستعجلة بس، وأجل الباقي لغير نهار. يمكن يصير في سوء تفاهم مع أحد الأشخاص، الأفضل أنك تكون موضوعي وما تاخد أي طرف، فيك بذكائك تكون حيادي وتظهر من الموضوع شوي شوي. أخيراً مع برج الحوت، بتخصص اليوم للبيت والعائلة، فبسبب الضغوط العملية والمسؤوليات الكتيرة عم تحس حالك بعيد عنهم بشكل عام. مولود اليوم، ذكي كتير وقلبه الطيب بيمنعه يستعمل ذكي، بحب العيلة والجمعة الكبيرة وبيكره الوحدة لدرجة انه مستعد يبقى كل نهار بلا اكل اذا ما لقى مين ياكل معه، فوضوي ما بيعرف يشتغل بنظام وهذا الشيء موقعه بمشاكل بعمله. اصدقائي هذه كانت كل فقرتنا لليوم ومعلوماتنا، انا حب اذكركم اوروسكوب اليان @hotmail.com هو الايميل يلي فيكم تتواصلوا فيه معي وتسالوني اي شيء بخص عالم الفلك او برجكم. انا بلاقيكم بكره بفقره جديده من اوروسكوب.